علشان اعمل العجين اول حاجه هعملها هحط الزبده والسكر مع بعض في الخلاط واسيبهم يضربوا مع بعض لحد ما الزبده تبقى هشه، وبعدين اضيف لهم البيض والدقيق. دلوقتي وهي بتضرب هنا هحط الحليب مع العسل على النار، وبعدين كمان هحط الشوكولاته والزبده تسيح، وبعد ما تسيح هحط لها الكاكاو. هنشوف مع بعض دلوقتي. لسه ما خلصتش، بس اول حاجه هعملها هحط الكريمه، وبعدين العسل، هسيبهم لحد ما يغلوا مع بعض على النار. الحلة التانية هحط فيها مية، وأحط فوطة ورق قبل ما أحط البول بتاعي علشان يبقى دايما في تحته مية والشوكولاتة ما تتحرقش، وأحط فيه الشوكولاتة والزبدة واسيبهم يسيحوا مع بعض. هخلي الكاكاو هنا جنبي برضو عشان اول دول ما يسيحوا مع بعض هقلب الكاكاو معاهم. دلوقتي ارجع تاني للعجين واكمل خفق علشان بعد كده ازود لها البيضة والفانيليا والدقيق. كده اختلطوا مع بعض كويس، ازود دقيق ورشة ملح واضربهم مع بعض تاني. كده كمان العجينة خلاص، العجينة كده بتبقى لسه طرية عشان نسبة الزبدة اللي فيها عالية، فأنا أحطها في كلينج فان وأدخلها التلاجة ترتاح شوية حوالي نص ساعة وتمسك نفسها. أوكي، الملمس بتاعها دلوقتي بقى كويس. هحتاج أفردها بين ورقتين لأن أنا مش عايزة أحط عليها دقيق، لاني كل ما بكتر دقيق كل العجينه ما بتنشف، انا عايزاها تفضل مخرفشه زي ما هي. وكده يبقى القالب جاهز عندي، وادخلها فرن 170-180 تقريبا لمدة 10 دقائق ربع ساعة. بس قبل ما ادخلها الفرن لازم احط فيها اللوبيا لاني مش عايزاها تسيح في الفرن، نسبة الزبدة اللي فيها كبيرة. الشوكولاتة خلاص ساحت، ما ننساش ان احنا هنحط الكريمه كمان عليها سخنه. الكريمه هنحطها على الشوكولاته شويه شويه، لو حطيناها مره واحده مش هتدينا النتيجه اللي احنا عايزينها، اللي هي هتبقى شكلها زي القطيفه كده بتلمع وتبقى ناعمه كمان في الملمس. في الاول هتدينا شكل مش حلو قوي، هتبان انها بقت خشنه وبقت زي مرمله، بس هو الشكل ده لما نشوفه في الاول بالعكس نعرف ان الشوكولاته بتاعتنا هتطلع كويسه. نحط شويه كمان ونقلب تاني. عايزه اوريكم ان دلوقتي هيبان ان شكلها مش حلو قوي، شايفين عامله ازاي؟ اكنها فيها رمله كده، اكنها في حاجه فيها ما دبتش. الملمس ده هيروح خالص لما نحط بقيه الكريمه، وتبتدي الشوكولاتة تديني لمعة. كل ما حطينا الكريمة على عدد خطوات أكتر
كل ما تديني لمعة أحسن في الآخر. أوكي نحط آخر واحدة ونشوف الفرق في الملمس وفي اللون لما نخلطهم مع بعض. في الوقت ده أنا عايزة أبتدي أسيح شوية شوكولاتة بيضة عشان أزوق بيها، مش هسيح كتير. زي ما احنا شايفين الملمس بتاعها اختلف خالص، اهو شايفين الملمس دلوقتي ما فيهاش النقط اللي كانت موجودة قبل كده خالص، وبقت لونها بيلمع. وكده خلاص جاهزين ان احنا نستعملها في الباي بتاعتنا. حطها شوية كمان. زي ما انتوا شايفين قد ايه بتلمع، واحط دي على جنب علشان تبرد، واجيب الباي اللي عملتها من قبل كده وخلاص بقت بارده وكمان جمدت، مسكت نفسها شويه عشان اعرف ازوقها بالشوكولاته البيضاء. ادي الباي جاهزه اهي، لما قعدت في الثلاجه لونها بيغمق شويه.